جمعية الصناعة تحذر من الركود الاقتصادي في النمسا هذا العام. النمسا تعتمد تجربة أمريكية لتقريب الشرطة من المواطنين. الحكومة تخصص 200 مليون يورو لتعزيز نظام الرعاية الصحية. وزارة المالية تحذر من رسائل مزيفة تهدف لسرقة بيانات المواطنين. زيادة التمويل للجالية اليهودية في النمسا لمحاربة العدائل السامية. ورجل يقتل زوجته ثم ينتحر جنوب النمسا. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. قالت جمعية الصناعة النمساوية أن الاقتصاد النمساوي قد يتعرض للركود هذا العام بسبب الظروف العالمية الصعبة. وطالبت الجمعية بتفعيل إجراءات تحفيزية وحزمة استثمارات جديدة مماثلة لمكافحة جائحة كوفيد-19، فيما توقعت تحسن الاقتصاد في الربيع المقبل لأن الصناعة تواجه تحديات هيكلية، وأشارت إلى أن قطاع البناء والصناعات المرتبطة به قد يتضرر بفقدان الوظائف. وطالبت الجمعية بتخفيف قواعد التمويل، مشيرة إلى أن نقص العمالة المؤهلة هي مشكلة مستمرة، وحذرت من فرض ضرائب جديدة. بدأت الشرطة النمساوية مشروع قهوة مع الشرطة للتواصل مع المواطنين في محطات القطار بالتعاون مع شركة أوبيبي. ويهدف المشروع للوقاية ومنع الجرائم قبل حدوثها، ويعتمد المشروع على نموذج أمريكي ويتيح للجمهور التواصل مع رجال الشرطة ببساطة في المحطات الرئيسية، ويساعد ذلك في تخفيف المخاوف وزيادة الشعور بالأمان. وأكد وزير الداخلية جيرارد كارنر أهمية التواصل المباشر لفهم مخاوف الناس وتحسين الخدمات الشرطية. قررت الحكومة النمساوية اليوم إجراءات تبلغ قيمتها 200 مليون يورو تشمل تخصصاً طبياً جديداً للطب العام والأسرة، وتوفر وظائف إضافية للأطباء. جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار كارل نيهما لمناقشة التعاملات مع ارتفاع معدلات التضخم وإصلاح منظومة الرعاية الصحية. وقد تم التركيز بشكل خاص على إصلاح نظام الرعاية الصحية للأسر والأطفال وتطوير الرعاية الأولية، وقد تم عقد هذا الاجتماع الصيفي في مقر المستشارية استجابة للضغوطات لمعالجة مشكلة التضخم المتفاقمة. حذرت وزارة المالية النمساوية من رسائل بريد إلكتروني وأسمس مزيفة تستهدف المواطنين باسم مكتب النمسا الرقمي. وتدعو الرسائل المزيفة لتقديم استرداد مالي بهدف سرقة المعلومات الشخصية، وتطلب الرسائل من المستلمين ملء طلب عبر الإنترنت يحتوي على رابط مزيف يشبه موقع فينانس أونلاين الحكومي. وأكدت وزارة المالية أنها لا تتعامل بهذه الطريقة، ونصحت المواطنين بعدم النقر على الروابط المشبوهة وحذفها فورا، ودعت إلى الاطلاع على طرق الاحتيال والأمان على موقع الوزارة. أعلنت وزيرة الدستور النمساوية كارولين إيدشتادلا عن تقديم تمويل إضافي للجالية اليهودية بهدف مكافحة عداء السامية وتحقيق حياة آمنة ومستقلة لليهود. وأشارت إيدشتادلا إلى أن التمويل يركز على دعم الأمان والحفاظ على التراث الثقافي والحياة اليهودية المجتمعية، وذلك بموجب قانون تأمين التراث اليهودي النمساوي، وسيتم زيادة الدعم السنوي إلى 7 ملايين يورو في النصف الثاني من هذا العام. وشددت إيدشتادلا على أهمية أن يشعر اليهود بالأمان والحرية كمواطنين، وأن الحياة اليهودية تمثل جزءا أساسيا من تاريخ النمسا. Lebens in Österreich und ein breiter Zugang der Bevölkerung zum jüdischen Kulturerbe. Österreich hat sich zum wahren Vorreiter im Kampf gegen Antisemitismus
entwickelt und wir wollen ein pulsierendes, florierendes Zentrum jüdischen Lebens in Österreich hier auch sein und das auch bleiben. Jüdinnen und Juden sollen bedingungslose Sicherheit haben und auch die notwendige Infrastruktur, die sie brauchen, sodass sie sich frei hier bewegen können und Österreich als ihre Heimat auch sehen. قام رجل يبلغ من العمر 66 عاما بقتل زوجته البالغة من العمر 65 عاما بإطلاق النار عليها ومن ثم انتحر في بيركفيلد في مقاطعة شتاير. وتم العثور على الجثتين بعد بلاغ تقدم به ابنا الزوجين، وكشف التحقيق الأولي أن الجريمة وقعت بين الخميس وصباح الجمعة، وعثر على مسدس في موقع الجريمة وكان الرجل يحمله بشكل قانوني. وتجري شرطة شتاير المزيد من التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة وتفاصيلها. فكم هو مؤسف سماع أخبار الجرائم يوميا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.